كان بغيت نبين اليوم نظهر ومثبت الموهبه ديال الطفوله ديالي والشباب ديالي على هذا السن 67 سنه اللي هو التقاعد. وفضلت فضلت الاوقات ديال التقاعد، فضلت ندير نمارس الرياضه، منها عندي ابن ندربو على الصناعه ديالي ديال الكره، ديال صناعه الاهداف لضربات المقص والانواع الاخرى عاديه تقنيه. والحمد لله حققت معاه الهدف، اهلته في ضربات المقص، وكان مارس هذا الشيء. هذه هي الهوايه ديالي. الاوقات اللي كان الاوقات فارغه كنمشي للشاطئ وكنمشي للاحياء الشعبيه، الملاعب قرب، كنمارس مع الشباب اكثر، هي كنلعب غير مع الشباب، هما كلهم عارفيني في اكادير، كلهم عارفيني تقريبا 8 سنين هذه ولا 10 سنين هما انا معروف هنا في اكادير، وكلهم كيتلاقاو معايا وكيطلبوا مني، كيقولوا لي الحاج الله يخليك لما تحاول هذاك حنا شفناك مباشره، ولكن تحاول ديرها للجمهور قدام الجمهور، دايره قدام الجماهير باش يشوفوا رجل موسن تبارك الله وباقي كيدير ضربات المقص اللي غادي يشجع عليها الشباب واللاعبين والنساء، لانه حتى هي من ظرف في المباراه، هي ضروريه خاصها تكون في المباراه اللي الشباب خاصو يدرب عليها باش يولي يسجل بها الاهداف، لانه كاين فرص كثيره كتكون حدا الحارس اللي كتصلح لضربات المقص، ومع الشباب كتجيهم شويه صعيبه باش يستعملوها، وهي غير يديروا غير الثقه في نفوسهم راه هي ساهله دغيا يدربوا عليها وتولي تصبح عندهم عاديه بحالي انايا دابا الحمد لله. انا كاع من الطفوله ولد عندي 10 سنين بطل، عندي 10 سنين بطل ديال ضربات المقص، كنمشي نلعب مع الفراقي غير باش نسجل لهم ضربات المقص وكود زيج، وملي الحمد لله كبرت ودرت تقاعد وداك الشيء فضلت مارس الرياضه ديالي اللي ديال باش نثبت ضربات المقص، مازال باقي كنديرهم في هذا العمر هذا. ملي وصلت السن ديال 16 عام بديت دخلت الفريق الجديد الدفاع الحسني الجديدي، كنتدرب مع الشباب وحتى الكبار، وما كنتش كنمشي تنخرج معاهم بزاف، كنبقى غير تما كاينيا في الجديده. وجات واحد ملي وصلت 20 عام جات وقت العمل، التحقت جات واحد الفرصه ديال القوه المساعده وانا كنت جالس ما خدامش، فضلت باش ندخل المهنه هي الاولى ونبقى نتبع الممارسه ديالي. بالفعل دخلت القوه المساعده ودوزت قضيت فيها واحد المده واحد تقريبا 8 سنين ولا كذا، والحمد لله بقيت كنمارس معاهم حتى هما الكره وداك الشيء. وفي قشله في تكانه في 78 ملي دخلت انا اللي كنت كونت الفريق ديال القوه المساعده في التروازيام ديفيزيو، ومع تكونات مع جات التعيين مشاو لبن سليمان، وانا مشيت للطاقه الجديده وبقيت تابع العمل ديالي وبقيت محافظ على الممارسه ديالي حتى خرج التقاعد. وملي الحمد لله خرج التقاعد بديت ثاني في حياه الايام الطفوله والشباب، وبديت كندير هادشي ديال نمارس الكره وليت مشهور الحمد لله، وكاع الناس كيشجعوني والحمد لله، نطلب الله وكنشجع كاع الناس الكبار، كنشجع الناس الكبار والصغار باش يحاولوا يمارسوا الممارسه ديال الرياضه لانها ضروريه بالنسبه لرشاقه الجسم. والسلام عليكم. ديال الاوقات ديال ممارسه الرياضه انا في يومين في السيمانه تمشي للشاطئ، كنمشي للشاطئ هنايا تندير الكرة، الا كان ولدي في مثال كيقرا هذا تمشي غير بوحدي كنبقى نمارس، وانا كاع الناس كاع الدراري تيلعبوا معايا كلشي كنمارس معاهم وكندلوح لهم كواري
بحال ولدي كندير له حنا مكواري وكيبداو يديروا لي المحاولات وانا كنبدا ندير لهم ضربات المقص وكنقول لهم شوفوا شوفوا داكشي اللي كنديروا سجلوه بعينيكم. سمعتوا ولدي هادشي ديال ضربات المقص راه ماشي صعيب. سمعت وضربات المقص كتستعمل من ضربات المقص كتستعمل من ارضيه حتى لجوج متر حتى لدوم متر. وشنو هو اللي كيخلع الشباب وهما ما كيبغيش يستعملوها كيصحابوها راه كتستعمل غير الا كانت الكره عاليه وهي كتستعمل ضربه مقص كيتستعملوا على حسب مترو متر ونص 50 سنتيم مولا خاصو غير يدرب عليها راه ماشي ما صعيبه ما والو.